ما هي التداعيات فعليا الاقتصادية المترتبة على نشوب حرب إقليمية وما بعد أيضا الردود الإيرانية وحزب الله؟ سنتحدث عن هذا الموضوع مع ضيفنا في هذه اللحظات البروفيسور طارق الحاج، الخبير الاقتصادي والذي ينضم إلينا في هذه اللحظات عبر سكايب من نابلس. أهلا بك بروفيسور، صباح الخير. صباح الخير لك وللمستمعين والمشاهدين الكرام، حياك الله. أهلا بك. يعني بروفيسور، سنبدأ فعليا من التداعيات الاقتصادية المترتبة على توسع دائرة الحرب والمواجهة في المنطقة، ولنبدأ أصلا بالشأن الاقتصادي الفلسطيني الداخلي المتعثر أصلا والذي يعاني من الكثير من المعضلات ما بعد 7 أكتوبر. ما هي الانعكاسات الاقتصادية تحديدا في الشأن الفلسطيني المترتبة على هذه الحرب؟ يعني بعتقد التداعيات الاقتصادية هي ليست وليدة اللحظة، وهي لن تكون تداعيات لما سيحدث من حرب أو عدمه في القريب المنظور، لأنه إحنا عايشين أصلا في حالة عدوان مباشر منذ 7 أكتوبر، ولاحظنا بدون ما نسهب الآن في الشرح والتحليل، لاحظنا كم هي الخسائر البشرية قبل الاقتصادية التي حلت بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وبنفس الوقت إحنا في الضفة الغربية في حالة صحيح مواجهة واعتداءات من الجيش والمستوطنين وتقويض للأرض وسرقة للممتلكات منذ تقريبا يعني 4 سنوات، والقتل يومي والاقتحامات يومية، وبالتالي الحصار قائم منذ ليس وليد اللحظة بل منذ أكثر يعني من 4 سنوات. وهنا بنتكلم سواء عن حصار مالي المتعلق بأموال المقاصة أو القيود التي صارت تفرض على البنوك الفلسطينية فيما يتعلق بدفع يعني مستحقات بتحددها وزارة المالية الفلسطينية، أو انسياب السلع والخدمات والتنقل ما بين المحافظات. هلأ إذا بدك تروحي لسؤالك الطيب أبعد من هيك، فيما لو حصلت الآن حرب شاملة ومحدودة بنفس الوقت، بمعنى أنها بدها تشمل يعني دول خارج بشكل مباشر مع إسرائيل خارج نطاق فلسطين، بعتقد تداعياتها ستكون هي سلبية جدا وقاسية جدا على المواطن الإسرائيلي والمواطن العربي أكثر من قساوتها على المواطن الفلسطيني، لأنه إحنا اتعودنا يعني خد معوض على الطين مثل ما بيحكوا. إحنا اتعودنا على الحصار وعلى القتل، والحرب هي يوميا نعيشها، فبالتالي ما ضل الشيء الصحيح نخسره إلا المحافظة على أنفسنا وبقائنا على هذه الأرض. هلأ فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي، نعم ستكون النتائج كبيرة ووخيمة جدا، بحطها بعناوين رئيسية دون الإسهاب بشرحها بسبب الوقت. أول شيء البورصة والمؤشرات والأسواق المالية في إسرائيل سوف تنهار، لأن الآن في تراجع كبير جدا، وسوف يتراجع معها قيمة الشيكل الإسرائيلي العملي، هذا جانب. الجانب الثاني، القطاعات الاقتصادية التي بقيت تعمل جزئيا سوف تتوقف عن العمل كلية. وهنا بنتكلم إحنا عن مصانع تعمل في شمال فلسطين في الجليل، هذه سوف تخرج عن الخدمة، وهنا بنتكلم عن أكثر من 300 صحيح مصنع ومنشأة. حركة الطيران سوف تتوقف، وهنا إحنا نضرب السياحة بشكل كبير جدا في إسرائيل، ناهيك عن طبعا يعني أزمة التكلفة العامة التي تتحملها خزينة وزارة المالية الإسرائيلية فيما يتعلق بالإيواء في الملاجئ والمستشفيات وإلى آخره. هلا بالنسبة للدول العربية، بعتقد هنا بنتكلم عن لبنان يعني مباشرة، نكون دقيق في كلامي، بعتقد مش رايحين يتحملوا كثير، لأنه وضعهم الاقتصادي هو متراجع، عملتهم الكل بيعرف كيف وضعها، الديون المترتبة عليها الكل بيعرف شو هي، الانقسامات السياسية هي حدثي ولا حرج، وبالتالي سوف تزداد القسوة الاقتصادية والمعيشية على المواطن اللبناني أكثر مما هي عليه الآن. لكن بنهي بالتالي بأنه بعتقد أنه إن حصلت حرب فلن تستهدف الجغرافيا بقدر ما ستستهدف الديموغرافيا، بمعنى
إسرائيل بدها تعمل إسرائيل كبرى بدون مواطنين، وبالتالي بتلاحظي التركيز على تهجير المواطنين العرب من سوريا، تهجيرهم من العراق، تهجيرهم من لبنان، تهجيرهم من فلسطين، تهجيرهم من الأردن، والآن تم محاصرة مصر. فهي يعني بدها كمان، الفكرة الثانية بعتقد هي بتخطط إلى حرب استنزاف طويلة الأمد حتى لا نستطيع أن نصمد أكثر مما صمدنا، وهذا بيعتمد على قوة الدعم الخارجي لإسرائيل والموقف الفلسطيني قبل الموقف العربي في مواجهة مثل هيك تحديات. نعم، يعني في حال فعليا بروفيسور دقة طبول الحرب في ظل المؤشرات الكبيرة التي ستتحدث عن ممكن تأثير على الاقتصاد العالمي المتعلق بأسعار النفط والغاز والعملات والذهب، وصولا إلى تعثر التجارة وخاصة ما شهدناه في الآونة الأخيرة من تعثر في منطقة البحر الأبيض، في مضيق هرمز، في قناة السويس وغيرها من المحطات، ما هي الانعكاسات المترتبة على أبرز هذه القطاعات؟ يعني شوفي انت، يعني طرحتي اكثر من سؤال في ان واحد، ان شاء الله الله يقدرني على تجميع في ذاكرتي. هلا فيما يتعلق الصحيح في الحرب التجاريه، في حرب البحار، هي موجعه جدا للدول التي تعتمد على الاستيراد وعلى الملاحه الدوليه، واسرائيل الصحيح من ضمن هذه الدول، وهناك بعض الدول العربيه الاخرى، وطبعا احنا بده يصيبنا طرطوشي مثل ما بيحكوا من هذه المناوشات البحرية. هذه رايحة أول شيء ترفع من تكلفة السلعة، لأنه التأمين سوف يرتفع، تغيير المسار بحاجة إلى وقت أطول، وهذا بحاجة إلى تكلفة أكثر، العاملين رايحين يتقاضوا أجور زيادة لأنه بيدفعوا لهم بدل مخاطرة عمل، وبالتالي هذه التكلفة الإضافية للسلعة بالإضافة إلى التضخم القائم سوف يتحملها المواطن. هلا المواطن الإسرائيلي الصحيح في هناك يعني نظام مالي، تتحمل الدولة جزء من هذه التكلفة. هلا في الدول العربية وخاصة ومن ضمنها طبعا فلسطين، ما في هناك من يتحمل التكلفة إلا المواطن نفسه. هذا جانب. هلا فيما يتعلق الآن بأثرها على يعني الحياة المعيشية، أثرها على العملات، وأثرها على الذهب. هلا الذهب هو يعني هو عملة بين قوسين رديفي للدولار الأمريكي، وبالتالي التقلبات والتوترات العالمية بتجبر الدول والأفراد والمؤسسات التي لديها فائض إنها تحتفظ بالذهب وتقبل على شراء الذهب، فمن هون بنلاحظ أسعار الذهب هي مرتفعة. هذه هي القاعدة الأساسية، طبعا بالإضافة إلى عوامل أخرى ما في داعي إني أسهل الآن في طرحها. هلا فيما يتعلق بالشيكل الإسرائيلي وقيمته أمام الدولار الأمريكي، طبعا التحليلات كثيرة ووجهات النظر كثيرة، وفي بعض الأحيان هي معاكسة تماما لبعضها البعض. من وجهة نظري لا يوجد هناك اقتصاد إسرائيلي، يوجد هناك مشروع استثماري للدول الغربية وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل، وأي واحد عنده مشروع استثماري إذا تعرض هذا المشروع إلى خسارة يقوم بضخ الأموال لتغذيته. فمن هون الاقتصاد الإسرائيلي، لو أنه فعلا في هناك اقتصاد إسرائيلي يعتمد على نفسه، كان منذ 7 أكتوبر كانت قيمة العملة الآن اتدهورت كلية كما حصل في لبنان وفي العراق وفي سوريا، كان المؤشرات الاقتصادية الفردية للمواطن الإسرائيلي كانت اتدهورت كلية، ولهذا السبب بنلاحظ بأنه ما زال الشيكل الإسرائيلي محافظ على مكانته. هذا يدل بأنه في هناك اقتصاديات دول أخرى دمجت الاقتصاد الإسرائيلي معها، وخاصة أمريكا وبعض الدول الأوروبية بالتحديد ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، وهذه تعتبر أستاذي ريما، هذه تعتبر من الدول الصناعية 7 في العالم، وبالتالي ضخ هذه الأموال في الاقتصاد الإسرائيلي لن يؤثر على قيمة الشيكل
من حيث انهيار من عدمه. لكن أكيد التوترات السياسية والجيوسياسية والتوترات الداخلية الإسرائيلية والانقسام ما بين الأحزاب الإسرائيلية وما بين الشعب والحكومة الإسرائيلية، طبعا كلهم هذا لمصلحتهم، هذه بتأثر على سعر صرف الشيكل. فمن هون بنلاحظ بأنه سعر صرفه الآن أصبح يعني يتراجع ويتذبذب، وبتوقع رايح يتراجع أكثر من هيك، ممكن يصل إلى يعني الدولار إلى 4 شيكل. لكن لن ينهار الشيكل الإسرائيلي سواء حبينا أو ما حبيناش، هذا موضوع ثاني. هلا فيما يتعلق بوضع المعيشة على المواطن الفلسطيني، بعتقد والتخوف للبعض بظهره من أنه يعني السلع رايحة تختفي إلى آخره، بعتقد لا، إحنا يعني لن نتضرر إلا بالشيء اليسير لسببين بسيطات. السبب الأول على ما يبدو إنه إحنا عنا صبر مثل صبر أيوب، يعني إحنا بنتحمل، عنا طاقة ربانية للتحمل عبر التاريخ لا يتحملها أي شعب في العالم. وإضافة إلى ذلك، إحنا نسيجنا وتعاضدنا الاجتماعي هو يقوى ويظهر وتظهر قوته في وقت الشد والأزمات. حتى لما الجار اللي متحارب هو جاره في وقت الأزمات رايح يتقاسم هو وياه لقمة العيش. هكذا علمتنا تاريخ نضالنا الفلسطيني وصمودنا الفلسطيني. الأمر الثاني، إحنا أصلا اقتصاد مش موجود عندنا في فلسطين، ما في عندنا مقومات اقتصاد فلسطيني مستقل إلا نخاف عليه من الانهيار، وما في عندنا مواطن ثري بالعموم أنا بحكي إلا نخاف إحنا من فقره. فمن هون اللي رايح يتأثر أكثر هم الذين يعيشون في رفاه اقتصادي، هم الذين يعيشون في متوسط دخل. يعني أنت بتتكلم عن إسرائيل، متوسط دخل المواطن في إسرائيل 36,000 دولار سنويا. وإذا بتشيل العرب من بينهم الفلسطينيين في 48، بصير متوسط الدخل 76,000 دولار سنويا. أنت نصيبك من الدخل من الناتج القومي الإجمالي الفلسطيني هو 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 لا يتجاوز 3,000 دولار في في, في 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 السنة. وبالتالي أنت ما عايش في رفاه تمنك تنزلي إلى الهاوي، أنت عيشي في نمط انفاقي واستهلاكي كبير جدا، تمنك تشوفي حالك على الحصيري. وبالتالي المواطن الإسرائيلي هو الذي سوف يتأثر. نعم. وللعلم الإيديولوجيا الصهيونية هي التي تتأثر، لأنها بتعتمد على استقطاب المهاجرين وإعطائهم مزايا للبقاء. أما أنت شوفي كل هالعوامل الطاردة ومع ذلك بعدك موجودة في أرضك. فبالتالي المشكلة ليست فقط اقتصادية فقط ولا سياسية فقط، خذي مني، المشكلة في وجود إنسان فلسطيني على هذه الأرض، ووجود إنسان عربي على ما يطلق عليه بإسرائيل الكبرى. نعم. وهذا هو الصراع اللي أشرت له بروفيسور، هو صراع جغرافي ديموغرافي وصولا إلى هذه التبعات. ولكن أسأل عشان هنا ممكن نحكي أن تتعاظم المخاوف الإسرائيلية من تبعات هذه الحرب على يعني وانعكاساتها تحديدا على الاقتصاد الإسرائيلي مع التصارع في حجب الخسائر للاقتصاد الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر. أسأل في جزئية بروفيسور، المخاوف الإسرائيلية المتعلقة ببنوك الأهداف التي يعني ستطالها ضربات في حال كان رد هناك من حزب الله أو الرد الإيراني، ما هي التبعات الاقتصادية المترتبة على الأماكن التي يتم استهدافها، وخاصة أن هناك بعض المواقع الاستراتيجية التي تحدث عنها حزب الله وإيران تتعلق بعدد من القطاعات الاقتصادية المهمة جدا لإسرائيل؟ صحيح، يعني احنا لما نتكلم عن يعني سلع استراتيجيه، احنا هون بنتكلم عن النفط ومشتقاته، هذه سلع استراتيجيه، عن مولدات الكهرباء، هذه سلع استراتيجيه، وبنتكلم عن تلك السلع التي بحاجه الها المواطن في بلد ما. لانه بتعرفي السلع الاستراتيجيه بالنسبه للالمان البطاطا، بالنسبه للرز. وبالتالي نعم، هذه يعني مخزون القمح والسكر وما هو استراتيجي بالنسبة للإسرائيليين، بالإضافة إلى يعني التقنية العسكرية الاستراتيجية. هذه الأربع مفاصل، نعم، إذا أنا بحكي
إذا ضربت نعم سوف يتأثر المواطن الإسرائيلي بشكل مباشر، لأنه أنت بتتكلمي عن ضرب لمخزون استراتيجي وليس عن سلعة استراتيجية فقط. وبالتالي لما تنضرب هذه يعني الأماكن اللي ذكرت لك إياها، أعتقد سيكون في هناك شلل شبه كامل للحياة الروتينية المعتادة للمواطن الإسرائيلي. السؤال اللي بيطرح نفسه، الدول التي تستثمر في إسرائيل كدولة رايحين لهم يعني متفرجين، مش رايحين يقدموا لها المدد والمعونات، مش رايح يكون في هناك بعض من يتم أمرهم من قبل أمريكا بأنهم يزودوا إسرائيل في القمح والسكر والرز والبنزين والكاز؟ بعتقد أمريكا مش رايحة تكون يعني مكتوفة الأيدي، وحلفائها من الدول الأوروبية وحلفائها من دول الشرق الأوسط. وحتى في هناك، بس للعلم يعني كمعلومة، والله ليست بإساءة بس أنا بحكي كمعلومة، في هناك اتفاقية وقعت في 2004 ما بين، أذكر لك الدولة ولا فيش داعي أذكر لك الدولة، ما بين دولة إسلامية غير عربية إقليمية وما بين إسرائيل، مدتها لمدة 20 سنة، يعني بتخلص هذه الاتفاقية في السنة اللي احنا وياك فيها، على أساس أنهم يمدوا إسرائيل بمياه الشرب. تخيلي يعني حتى المي التي تسرق من الضفة الغربية والمي التي يتم الاستيلاء عليها وحرمان المواطن الفلسطيني منها، ومع ذلك عندهم مخزون استراتيجي، ومع ذلك بيجيبوا المياه من هذه الدولة وعملوا اتفاقية معهم إلى لمدة 20 سنة. يعني حتى المياه رايحين يزودون فيها. وبالتالي إحنا بنركز على أمرين. الأمر الأول يعني ما نرفع سقف يعني طموحنا وسقف فرحتنا، لأنه اللي بيرفع من سقفه وما بيقدرش يوصل له يصاب بالاكتئاب، فما نرفع من هذا السقف. هذا جانب مهم جدا. الجانب الثاني، ما نستهين في حالنا، يعني وجودك أنت وبقائك أنت هو بحد ذاته إنجاز. ضرر أكثر من هيك مش رايح يلحقك. فمن هون بعتقد بأنه الضرر الاقتصادي والمعيشي على إسرائيل سوف يحصل إن حصل هناك ضرب، لكن سيكون هذا الضرب محدود ولن يطول جميع المخزون الاستراتيجي لكل الجوانب اللي ذكرت لك إياها. سوف يتم ضرب جزء منها محدود وبعضها، وهكذا تنتهي الأمور ويبقى المواطن الفلسطيني يغني كما كان يقول أبو عمار الله يرحمه، يغني وحيدا ونقول يا وحدنا. شكرا جزيلا لك بروفيسور طارق الحاج الخبير الاقتصادي على وجودك معنا هذا الصباح وعلى كل هذه الاستقراءات الاقتصادية. شكرا، حياك الله.